السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل في حاجات كتير جدا، فأصبح تقريبا مفيش ولا برنامج بينزل جديد غير لما يكون في لازم حتة كده من الذكاء الاصطناعي، أو يربطه بشات جي بي تي وهم رخصوا الفلوس اللي بتدفعها عشان تضيف خاصية الذكاء الاصطناعي لموقعك لعشر المبلغ اللي كانوا قايلين عليه واللي كان كويس بالمناسبة. فهما دلوقتي هتبقى موجود مرتبط ببرامج كتيرة جدا بتتعامل مع البي دي اف، فما انت ممكن تفتح البي دي اف ومش تقول له دور لي على كلمة لخص لي البي دي اف ده، يعني كتاب كامل يلخصه لك في ثواني، او تقول له ناقشني في البي دي اف دوت، او انا عايز الكتاب ده اسألك اسئلة وانت ترد عليا، مش تاخد لي كوبي بيست او لا، يعني تديني اللي انا عايزه. تمام، يعني تكتب تفتح تاريخ وصف مصر وتبدأ تسأله بعض الأسئلة ويبدأ إن هو يجاوبك عليها. فنقلة رهيبة، ده عصر ما بعد عصر الذكاء الاصطناعي، قبل كده حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص، فنبدأ إن احنا نتعلمه بقى إن شاء الله.